الاخر جزئيه بدنا نحكي انه كيف نعمل ديبلوي لهذه السيرفيس على 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 الهوراكو. الهوراكو هو عباره عن نعم على الكلاود، بقدر اعمل عليه ديبلوي ل ل بي اتش بي، ل نود جي اس، بايثون. هوراكو هيك السبيلنج صح؟ اجيت هجيب لك اسمه. هيروكو اب، هيروكو هذا عباره عن سيرفيس للاستضافه كلاود ابلكيشن زي الجوجل اب، زي الجوجل اب. تمام، فهنا خلينا اعمل لوجن. اوكي، و خليني اخذ التطبيق الثاني لانه في صفحه هلو وبالاضافه للصفحه هاي، او ممكن اوكي نعمل واحد من اول وجديد. هي كلوز ترمينيت كيف؟ بس خليني اول اعمل البروجكت اللي بدنا نعمله ديبلوي، بدي احطه في بروجكت لحال على الجيت هاب عشان اخده من هناك. فالانفيرومنت عندي زي هيك، وهنا انه ديبلوي فلاسك، او خلينا نسمي البروجكت انه هالو فلاسك. شو؟ لا هذا بروجكت جديد. أوكي. عملته بروجكت منفصل دوت بي واي. لا ححطه بي واي، ححط ملفات ثانيه، حرقت حنشوف ايش هي. تمام، ونعمل الفلاسك ابلكيشن تبعي بهذا الشكل، اب واحد دوت بي واي، وهنا فروم فلاسك بورت فلاسك اب صفحة البداية، ونعرف function لإلها هون return لا حاضر. بس قال البروجكت بس في ملف واحد. تمام، بدي اضيف ملف ثاني اسمه بروس فايل. البروس فايل هذا من وين حجيبه؟ حجيبه من هاخده من بروجكت تاني عندي اوريدي، لانه انا مش حافظ ايش المفروض ان انا احط فيه، بس كوماند انه يعرف انه المفروض انه يشغل هاي. فاسمه ممكن
هنا أنا بس بدور على المشروع اللي أنا حاطط فيه ملف مشابه. اسم الملف هذا بروسفايل، فبروح بعمل ملف بنفس الاسم نيو فايل هذا تكست فايل، والمحتوى تبعه بس هدول هذا السطر ويب، معنى ذلك انه هذا التطبيق ويب نقطتين، وهنا جي ان روك، وهنا اسم التطبيق، اسم الصفحة يفترض اسمها اب واحد، هيو اسم الفايل اب واحد، وهنا اب، وهنا بريلود وركر بتساوي workers بتساوي واحد، انه بس مجرد انه command للديبلوي. تمام؟ وهنا بدي احط ملف للrequirements، في البايثون عادة احنا بنحطه requirements.txt، فبنحط اسماء الباكجز اللي بيعملها install automatic لما اعمل deploy على السيرفر، فانا بحتاج فقط لفلاسك. في باكج تانية بعملها import؟ لا، في حال انا بحتاج امبورت لباكج تانية فهو بيعمل انستول قبل الديبلوي. فهدول التنين خلاص بدي اضيفهم على الجيت هاب، فبنشر هذا البروجكت على الجيت هاب. كيف؟ بس اسم الباكج اللي انا بحتاجه بنشر هذا على الجيت هاب، شير اون جيت هاب. طبعا الكريدنشلز تبعتي اوريدي مدخله في البيشان، طبعا هاي الشغلات انا بحتاجهاش، بس بدي اضيف هدول الثلاث ملفات، وهي initial commit. هيك صار على الجيت هاب. فهنا برجع اسمه كان فلاسك، هلو فلاسك، هذا هو في الثلاث ملفات هدول فقط. الآن نرجع هنا على الهوركو وبنحكي new app، وبنسميه هنا بايثون أو فلاسك ديمو. is not available فبنختار underscore ممكن، لا demo 1 not available 7 available، نختار في server انه deploy region في Europe. create الاب، هو ثواني اوكي. فهنا بختار انه انا بدي اعمل ديبلوي من الجيت هاب، وهنا بختار، هنا انا رابطه اوريدي بالجيت هاب عندي، وهنا بختار الريبو كان جزء من اسمه هالو هذا، هاي كونكت. تمام، بدي اعمل ديبلوي من الماستر،
I deploy. هيك بنزله بعمل بيب انستول لكل الريكويرمنتس. هاي قاعد بعمل انستولينج بيب الانفايرمنت 3.6 تمام. هي صار ديبلويد على الهيروكو على هذا الرابط. هاي فيو في ايرور يفترض احنا نجرب هنا اول شغال اصلا شغال وهنا بنرجع ريديبلوي كمان مرة. هنا بروح على التاب ديبلوي وهي كمان مرة ديبلوي. هاي فيو هذا اليو ار ال ممكن تفتحه من عندك. افتح عندك هذا الرابط flask-demo7.horoco-app.com. هو نفس الابلكيشن اللي انا عملت له ديبلوي صار انه لايف موجود هناك. عشان هيك انا بدي اضيفه هنا بدي اعمل ريد مي markdown وهنا بدي اروح اضيف flask deploy demo. فبالتالي الاي بي اي تبعتك ممكن تكون انه ديبلويد على سيرفر زي هيك لو انت حابب. بس احنا عملنا فيه صفحة واحدة بس بترجع هلو وورد اتش 1 تمام. فهذه الصفحة بتضلها لايف حية. هاي احنا ضفنا الريدمي وضفنا الرابط هنا. وقت ما تفتحها انه بيشتغل عندك بتشتغل عندك السيرفيس وقت ما انت تحتاجها تمام. هاي بخصوص الهوراكو خلاص هذا ممكن اسكره كله خلاص.
وانت ممكن تعمل ديبلوي للابليكيشن تبعك اللي بدك اياه في البيت.